يعذبك الهدى وتفوح تأمل. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله على منبع السلام نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نتذكر جيدا مقولة الإمام علي عليه السلام: كل متوقع آت. إذن تعالوا نحقق تخيلنا بقوة الوعي. هي قصة واقعية في كتاب قديم اسمه قوة الوعي، هو مترجم، وهي مثال قوي على إمكانية تحقيق ما نريده بالرغم من كل الظروف المعاكسة. يقول الكاتب في ظهيرة أحد الأيام: جاءت إلى مكتبي سيدة أعمال ومعها حفيدها طفل 9 سنوات، وفي حديثنا كنت أجاوب على إحدى تساؤلاتها، فتحدث معها عن قانون الافتراض وكيفية اتباعه من أجل الوصول إلى هدف معين. وفي نفس الوقت كان الطفل ينظر لي بتركيز واهتمام، وقصصت عليها قصة لجندي الذي كان في كل ليلة قبل نومه مباشرة يتخيل أنه ينام في منزله وعلى سريره، ورغم ظروف الحرب تحقق له ذلك. بمحض الصدفة نزل لمأمورية مفاجئة وذهب لمنزله، وهنا انتهت المقابلة. ونظر الطفل إلي وقال بكل حماس: أنا أعرف جيدا ماذا أريد وكيفية الحصول عليه. فسألته عن ما يريده فقال: أريد كلب صغير، ولكن والدي يعارض بشدة ولن يسمح لي بذلك لأنه يكن كراهية عميقة تجاه الكلاب. سأفعل كما فعل الجندي، وكل ليلة وقبل النوم سأتخيل أنني أمتلك كلبا. لكن جدته قاطعته وقالت: لا، لم يقصد السيد ذلك، هذا الكلام لا ينطبق عليك ولا يمكنك الحصول على كلب. وبعد أسابيع اتصلت بي السيدة وأخبرتني ما اعتبره أمرا مذهلا من وجهة نظرها هي. فلقد انطلق الطفل بتخيله، وفي كل ليلة قبل النوم كان يتخيل إن الكلب ينام إلى جواره في الفراش، ويتخيل أنه يلمسه ويلعب معه ويمشيان سويا في الطرقات، وتحققت للطفل ما أراد. فكيف حدث ذلك؟ كان في إحدى الصحف المحلية في مدينة الطفل أعلنت عن تنظيم مسابقة بمناسبة أسبوع الرفق بالحيوان، وقد طلب من كل الأطفال في المدارس أن يكتبوا مقالا عن لماذا أريد أن أمتلك كلبا. بعد أن قام كل الأطفال في المدارس بتقديم مقالتهم، تم الإعلان عن الفائز، وكان هو نفس الطفل الذي جاء بصحبة جدته. ووسط احتفال كبير تم تغطيته من قبل الصحف، وتم تسليم الطفل جائزة المسابقة، والتي كانت عبارة عن كلب صغير غاية في اللطف والجمال. أخبرت الجدة إن كان من المستحيل شراء الكلب للطفل من قبل والديه، ولكن تسلسل الأحداث وشعور الطفل بالفخر نتيجة فوزه في المسابقة واهتمام الصحف بتغطية المسابقة دفع والديه في تغيير وجهة نظرهما والقبول بالأمر الواقع. إذن أرى أنه يمكن أن نحقق ما نريده بصدق بالرغم من كل الظروف المعاكسة لنا. لماذا؟ لأن بالتخيل نقوم بصناعة واقعا جديدا على النقيض تماما من واقعك القديم. وكما أقول دائما: إذا كنت لا تريد أي عقبات في حياتك فعش بلا أهداف. إذن العقبات في الحياة ليست مشكلة لإثبات الذات عند الإصرار والمثابرة والإجتهاد. وقبل كل هذا هو نقاء الروح لتحقيق أهدافك. تحياتي لكل روح نقية وصلت للشفافية لتحقيق ما تريد.
إلى هنا انتهت حلقتنا، نلتقي في لقاء آخر في برنامج تأملات. تأمل وارتحل بالرحمة.